شديده لها ريحه. ايه طلعنا على الهواء. طبعا تعرفون اهل الكويت واهل الصحراء دائما سواء في كل مناطق الوطن العربي اللي يعرفها الفقع، لكن باللغه العربيه الفصحى هي الكمع، وهذا موسمها بدا. يشهد سوق الفقع في الكويت في كل وقت من هذا العام إقبال وازدهار بكل ما تجود به الأرض من خيرات، حيث يخرج الفقع بأنواعه المختلفة. يعد سوق الفقع من الأسواق الشعبية واللي تجذب الكويتيين والسياح الخليجيين ومن كافة الأعمار. يعتبر الفقع سيد المائدة الشتوية في دول الخليج العربي، فضلاً عن فوائده الصحية واستخداماته المتعددة. كثيرون يعشقون الفقع باعتباره وجبة شتوية لذيذة، في حين شغف آخرون بمغامرة البحث والتنقيب عنه في البر. اليوم حديثنا ممتد حول أنواع الفقع وقيمته الغذائية مع الأستاذ محمد العوض تاجر فقع. صبحك الله بالخير. حياك الله يا هلا. قول طلعنا على الهواء أنا وياك، طلع صوتنا وإحنا تقول هذا ريحته وهذا مبين ريحته. أنا قاعد أسولف أنا ويا أخوي محسن العلوي عن أن هذه تقريبا يعني أحدثهم أو أطيبهم من حيث الريحة. أبو عوض هلا، دشينا موسم الفقع. أي نعم. زين احنا دشينا الحين. أي نعم، شهر 12 هناك موسم الجزائر والجزائر والمغرب قبلنا الوسم مالهم. أي احنا وسمنا شهر 10. زين الوسم الخليجي شهر 10. حلو. الوسم هناك من آخر ثمانية. من آخر ثمانية. أي آخر ثمانية، يعني أول 9 دش الوسم عندهم. زين تق مطر عندهم يطلع الفقع، هنا ما يطلع، احنا هنا تو طالع. زين من السعوديه احنا الان لو ركزنا على المناطق اللي يطلع فيها الفقع في الوطن العربي، انا بالبدايه قلت انه الصحراء. يعني المناطق اللي اهل الصحراء المتواجدين فيها يعرفون متى. وين في دول المنطقه العربيه بشكل عام يكثر فيها الفقع؟ السعوديه اكثر شيء. السعودية أكثر من بقية الدول مثل الجزائر. لا الجزائر طبعا هناك أراضي صحراء ما شاء الله، صحراء ماك تمشي فيها أنت تعيز. صحراء صحراء يعني مو شوية. زين تقول الوسم عندنا 10. وبالتالي إحنا نحتاج كم شهر إحنا ليه يعني نبتدي يجي الفقع من المغرب وهذا. هي شهر 12. زين 12 إحنا مدتنا 6 أشهر بالسوق. عرف شو بعدين عادي الوسم الكويت يبين بالسعودية. لا بين بالسعودية راح يبين عندنا هني، راح يبين بالعراق. عرف شو عادي يتكاثر. طيب لو تكلمنا عن موضوع المواقع، شلون يستدل الشخص اللي حاب انه على فكرة في ناس يقولون وبيك انت ترد بعد معاي، يقول والله وين رايحين؟ يقول نروح نصيد فقع. مو صيد، نروح ندور فقع او نلقط فقع. عدل اي في ايش رايك باللي يقول نصيد فقع؟ لا نروح نلقط فقع. اي وبعضهم يقول روح يدور فقع. لا نلقط، نروح نلقط الفقع. صح المكان فيه مو مكان فيه فقع. مو اي مكان فيه فقع ترى. مو هذا اللي انا اقصده. اي وين المواقع اللي ممكن الواحد اذا بيروح يدور يقول والله هالاراضي او هالارض هذه يمكن القيها؟ الاراضي اللي ما تنداس. اي الاراضي اللي ما تدش فيها ولا سياره، حتى الابل او المواشي بشكل عام. لا المواشي لا بس سياره ما تدش. ما دام السياره ما تدش يطلع الفقع فيها. والفقع تبين فيها الشجره. زين الشجره ما في الفقع هاي، عرف شلون هاي تبين. شفت الشجره هذه ان اعرف ان الارض هذا فيها فقع. شو اسمها؟ لها اسم؟ اي لها اسم. والله راح عن بالي. أي مو شره واحده، شرتين ثلاث. زين لا تبين فيها هذه يعني اعرف انها فيها فقع. حواليها ولا بنفس المكان؟ لا بنفس المكان. اي نفس المكان. طلعت هذه الشجره الارض هاي كلها فقع فيها. طيب ايش كثر يعني تلقى حواليها مثلا؟ يعني اذا عديناها بالعدد يعني من تلقى لك ثلاث، ومن هناك تلقى لك اربعه، ومن هناك تلقى لازم تمشي وتشوف. شنو الدلالات اللي يعني في الطقس تقول والله ان هالموسم هذا بيطلع فيه فقع؟ المطر خير كثرة يعني. لا المطر والبرق والرعد يطلع الفقع. مطر بس بدون رعد بدون برق ما يطلع الفقع. ايش معنى شنو دلالة البرق؟ سبحان الله من ربك. لازم
تأثيرها على الأرض. إيه يعني. ألرت تأثير على الأرض شو يطلع؟ إذا ما يصير برق ورعد ما يطلع الفقع. مطر يعني. إيه مطر لازم مطر أيه. طبعًا. زين. طبعًا لازم مطر. طيب إذا تكلمنا على بداية ظهورها ينتظر عليها الشخص ولا إنه يروح لها ويأخذها لأنه في صغار وفي كبار. أنت الآن شو اللي تفضله تقول والله الفترة هذه لا اركض لا تروح ما تقدر ما تقدر أي. ما تقدر الناس الوسم بيروحون أي. بيروحون يلقطون زين فقع لازم يشيل الصغيرة والكبيرة يخلي الصغيرة قال لا بشيل فقع أنا أساس إني والله طلعت فقع جبت فقع وياي أي. شنو أسمعهم إذا تكلمنا عن هذه زبيدية هاي زبيدية أي. أنا زبيدية نسميها رجاوية هذه أي. هذه لها ريحة وأطيب فقع زبيدية زين أي طيب هذه الزبيدية أي. واللي يمها كذلك هذه هاي الشهبة نسميها احنا اي شهبة الشهبة هذه بين السير بين الخلاصية والزبيدية هذه اي بالنص سير واللي قدامك هاي نفس الشيء هاي شهبة هاي شهبة وهذه شهبة عرف شلون هاي زبيدية هذه زبيدية صغيرة شوف فرق فيها فرق هذا اي شوف فرق عن هذه وهذه اي هذه اي هذه الزبيدية هاي شهبة ونسميها احنا لها اسم اي نسميها مدمعة مدمعة ليش؟ سبحان الله تدمع سبحان الله اي من تحوش رطوبة ومن تحوش شيء تدمع بروحها اي سبحان الله نسميها مدمعة بعد طيب شو اللي يميز الطيبة أكثر؟ الطيبة أكثر الآن لقط الفقع أو جمع الفقع وكذا الطيبة أكثر اللي فيها مذاق طيب و الزبيدية الزبيدية اي هذه ما فيها روح هذه ايه هاي ما بيها روح بالطباخ كلش مو ليه الشهبة ايه زين هاي من تدوس عليها الطبخ ايه قلبت مثل الدعمة مثل السودة زين سبحان الله ايه هاي قلبة ثانية سكر شولة أنا فوح ايه فوح بس ايوه وهذه طباخ ايه هاي نفس الشيء فوح ايه كلها نفس الشيء فوح هذه فوح هذه فوح بس هذه ما لها روح ايه هني أنا قاعد أشم في رائحة ايه هني موجودة ايه رائحة هذه على طول زين إذا قشرتها بعد تصير الريحة أزيد زين شلون طيب الآن إذا تكلمنا عن أسعارهم بداية الموسم يختلف عن نص الموسم يختلف عن آخر الموسم أيوة شلون كل ما شلون كل ما كل ما كثر أي نزل سعره كل ما كثر أي نزل السعر كل ما خف زاد السعر أحنا مثل السوق يعني أيوة الطلب. أيوة الحين خفت هاليومين خفت علينا السيارات زاد الفقع زين هذه كل ايام على 4.5 بالسوق الحبه ولا إيه. ولا لا الكيلو الكيلو اي 4.5 زين اليوم 6 الكيلو اها احنا نشتريها جمله 6 تنباع ب 7.5 6.5 بس انت لما تقول لما خفت علينا السيارات خفت علينا يعني اللي هو الفقع الشرايه لا السيارات اللي تجيب الفقع اي عندهم هناك ثلج الحين ثلوج بالشمال ايه او المغرب العربي ايه والجزائر السيارات ما تجي ايه زين الان خل الجزائر وكذا الحين عرفنا الموضوع لكن بالنسبه عندنا الان الكويت والسعوديه هل طلع عندنا فقع احنا هنا ما طلع الكويت ما طلع بالسعوديه طلع وين طلع شرج الرياض وبعرعر طلع لاقطين تقريبا 150 200 كيلو 150 200 كيلو والله ما شاء الله عليكم راصدين الاخبار أي. يعني اذا على طول واتسابات هناك ويانا التجار يدزلنا على طول اي على طول اول باول ما شاء الله فقع طيب يعني و اي زين خوش فقع اي بس مسافيه شو مسافيه محجرفه شنو يعني محجرفه يعني شنو محجرفه تصير ارضها حجريه صارت الارض حجريه ما تطلع مدوره هذه الارض معناتها تختلف اي غير الرمليه زين رمليه تطلع مدوره مثل هاي تطلع مدوره لو صارت حجريه تطلع نفس اللي عندك هذه بتكلم عن الاقطب بشكل سريع يعني موسمه طوال العام ولا طوال العام موسمه موسم الاقط اي طوال العام هو مسماه واحد ولا في ناس يسمونه اقط وفي ناس يسمونه ضمي شو اسمه مضير و اي تريث ما يسمونهم اي اي بس الطعم واحد بس الحليب يسمونه من الحليب يسمونه اي عموما انا بسالك سؤال بس نقول للمهتمين يعني نبشرهم على ان في ان شاء الله هالسنه على قولتك 150 كيلو موجودين الان شرق الرياض
على اسبوع الجاي ان شاء الله موجود هنا، موجود بالكويت، موجود بالكويت السعودي، وسعره طيب راح يبونه ان شاء الله تعالى. تستاهلون يا ابو عوض، والله يرزقكم ان شاء الله وينفعنا. عطني اقل من دقيقه عن الدهن. هذا دهن، دهن عداني. اي هذا غنم من السعوديه. غنم؟ اي اي مال غنم. طيب يجيبون الرواجح. اي الرواجح يجيبونه من السعوديه مال غنم. زين، بس ريحته طيبه حيل، عشان منك ريحته طيبه ان شاء الله. استخداماته؟ استخدامه بعد لا صار موش ولا ولا صار مطبق سمك. خاف يرفع الكوليسترول؟ بس لا، مو كل يوم تاكل. ايه شويه بس. يا مال العافيه ابو عوض، يا هاي الساعه المباركه. الله يبارك فيك ويبارك لكم في تسترزقون منها ان شاء الله. شادين كل الشكر لضيفنا الاستاذ محمد العوض، تاجر فقه. شكرا لك يا ابو عوض. الله يسلمك، جزاك الله خير. مشكور طال عمرك، تسلم.